ما حكم التمسح لأستار الكعبة أثناء الطواف؟ وما حكم تقديم أيدي آل البيت؟ لا أصل لهذا كله، لا أصل لتمسح للكعبة أو لأستار الكعبة غير الركن اليماني والحجر الأسود. وأما بقية الكعبة وأركان الكعبة فلا يتمسح بها، لأنها لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبيل أيدي أهل الفضل وأهل العلم لا بأس بها، تقبيل أيدي أهل الفضل والعلماء والوالدين أو السلطان لا بأس بذلك.